احنا لما بنجيب كده ضيوف معانا دايما بنجيب ضيوف يعني عندهم قدرات مختلفه، او بنجيب احسن يعني زي ما نقول كرام دولا كرام. يعني معانا فقره هنتكلم فيها مع بطله من العاب القوه في تحديدا الوثب العالي، بس هي كمان يعني حصلت على العديد من البطولات والانجازات مع الاهلي، ونشات كمان في اسره اهلاويه جدا. وعايز اقول لحضراتكم كمان ان هي اخصائي نفسي رياضي. ازاي بقى الميكس ده، وهنربط ونفهم ايه اصلا اخصائي نفسي رياضي، وازاي ليه تاثير كبير على نفسية اللعيبة، وازاي ممكن كمان يحسن من أدائهم في الملاعب المختلفة. خلينا نرحب بزميلتنا العزيزة جدا البطلة نورهان أيمن. يا صباح الخير. صباح النور. منورانا، أهلا بيك. تعالي بقى نمشي معاكي واحدة واحدة يا نورهان، يعني من أول قصتك واختيارك للرياضة دي بالتحديد عشان تمارسيها، يعني بوابتك للدخول للرياضة دي، هل الطول مثلا، هل الرشاقة كانوا من ضمن العناصر؟ مش بالظبط، هو الفكرة كلها بدأت إن أنا بابا لعيب اساسا العاب قوى وثب عالي، وكان صاحب رقم مصر، وطبعا لو قعدت اتكلم عن بطولاته محتاجين حلقات كتيره جدا. ده يبقى الوالد بقى هو البوابه، مش هو السبب. وطبعا العوامل بقى الوراثيه، الطول، الوزن، الحاجات دي كلها. بس بدات تحت 18 سنه ولعبت، كان انجازاتي سريعه جدا، ولعبت بطوله عرب، وبعدين للاسف جات لي صليبي وغضروف، قعدت سنتين ورجعت 2019 لعبت بعديها بطولة القاهرة، وكنت عملت ريكورد كويس ان انا راجعة من اصابة زي دي. وبعدين لعبت افريقيا جامعات وخدت فضة، ونينا شغالين جات الكورونا وقفتنا شوية بس رجعنا تاني. طب نورهان، اولا انت طولك قد ايه؟ 175. انت اطول مني بخمسة سم. طيب وانت بتلعبي من سنك كام؟ تحت 18 سنة، يعني 2014 مثلا. وده كان بإعاز من الوالد ولا انت حبيتي اللعبة من متابعتك؟ لا، هو انا يعني هو بابا كان بيروح التمرين، فانا كنت بلعب باسكت اصلا. اوكي. وبعدين كنت بروح معاه التمارين كده واقعد اتفرج، فهي حاجة سبيشال جدا، الوثب العالي مختلف في كل حاجة، فكان بالنسبة لي حاجة شداني عايزة اجرب. فتمام، طولي يسمح، وزني يسمح، لعبنا، فوجئنا ان انا بعمل ارقام ناس قاعدة تتمرن كتير قوي عشان تعملها. طبعا. فدي كانت حاجة مميزة. الرياضة صعبة على فكرة، فكرة الارتقاء والنطة اللي بتعملوها ازاي دي؟ انا مش قادرة. والله بجد صعبة جدا والله. هي محتاجة تمرين كتير جدا. ومحتاجة قبل ما ادخل على العارضه بنقعد نظبط حاجات بره العارضه كتير قوي. بس فهي محتاجه شغل عالي، يعني احنا بنتمرن كل يوم. يعني قد ايه في اليوم مثلا؟ احنا بنتمرن كل يوم، كل من يوم. السبت للخميس. ماكسيموم مثلا في اليوم 3 ساعات، ممكن يزيدوا، يبقى صبح وبالليل. والشغل بيبقى عالي جدا، يعني ما بيبقاش حمل صغير. في لحظه كده يعني بحاول اتخيل نفسي مكان اللاعبين او اللاعبات اللي بيلعبوا الرياضه دي بالتحديد، اللحظه اللي انت بتجري وبترتقي وبتنطي. أيوة. وبتعدي العارضه، لحظه وانت بقى في الهواء وادركتي ان انت ما خبطتيش العارضه، فبالتالي قفزتك صحيحه. بنحس في الثواني دي بتفكري في ايه؟ لا، هو لو قلت لك ان انا بفكر، ما بفكرش في حاجه، هو انا ببقى كل اللي انا عايزاه اللي هو احس ان انا بعلز وبوصل للريكورد اللي انا حاطاه لنفسي في البطوله دي. كل بطوله بندخل بابا حاطه ليميت ان انا مش عايزه اقل عنه، ولو زدت فده بيبقى احسن. فان انا ما بقلش عنه، فدي حاجه بتدي زي ان انا ببقى متحمسه قوي ان انا ادخل واكمل. طب فكره بقى لعبك في النادي الاهلي، يعني اكيد ده زي ما بنقول مش نادي وخلاص، انت بتتكلمي انك دخلت كيان، فايه المختلف بقى، ايه اللي اتعلمتيه؟ انا اتربيت في النادي الاهلي، انا بدات لعب في النادي الاهلي من وانا عندي 3 سنين، مامتي بتلعبنا، يعني 4 بالظبط بدات سباحه. مامتي مهتمه جدا بالرياضه، يعني اكتر من بابايا كمان، وبتودينا النادي من واحنا صغيرين انا واخواتي كلنا. وبنروح وبنبدا، ففكره ان انت تتربى في النادي الاهلي في مبادئ كده وقيم، واحنا مش بننزل بطوله وخلاص، حتى لو انا لعبه فرديه، لا، هو انا نازله باخد الجول ما ينفعش اقل عنها. لما حصلت الاصابه بصراحه كان اكبر داعم ليا وسبورت ليا النادي الاهلي، وقفوا في ظهري لحد ما رجعت دلوقتي بفضل يعني ناس كتيره جدا، بابا وماما وكابتن هيثم نور، يعني هو وكابتن هشام علي كانوا اول ناس قالوا لي لا هترجعي. طب هرجع بعد ده ازاي؟ لا هترجعي. وقد كان حدث لهم معلوم. الحمد لله على السلامه. طب الاحتراف خارج مصر مثلا، يعني هو ده حلم، بس احنا لعبتنا ما فيهاش الموضوع ده قوي. بس انا لو عملت ريكورد هنا كويس بقدر اطلع زي النادي مثلا بيطلعني زي معسكرات بره،
احتكاك مع لعيبه بره، بنطلع بطولات، بنطلع حاجات، فده كله بيرجع عائد. ممكن يجي لي عقد بره بس ده بيبقى بعد فتره طويله. لسه لسه بتدرسي ولا خلصتي؟ لا هو انا خلصت، انا خلصت السنه اللي فاتت ليسانس اداب علم نفس. اوكي. وخلصت بري ماستر السنه دي، ومفروض ابدا احضر الرساله. اللي خليني اسالك السؤال ده على فكره السكولرشيب، وفكره ان انت في جامعات كتير في اوروبا وامريكا وكندا واستراليا بتهتم جدا بالناس اللي بتمارس رياضه بشكل عام والرياضات الفرديه كمان بصفه خاصه، فكان ممكن ده يبقى برضو بوابه بشكل غير مباشر لفكره الاحتراف. هو الفكره كلها ان انا دخلت الكليه اتصبت اول سنه، فكان كل تركيزي خلاص انا مصابه اوريدي، فبحاول اتاهل ان انا ارجع. اصلا في ناس قالوا مش هترجعي، اللعبه صعبه، طب هترجعي بعد اصابه ركبه ازاي؟ فكان التركيز في الدراسه، ما كنتش بفكر في حاجات كتير قد ان انا عايزه اتخرج واحقق نفسي في مجال مختلف. علم النفس الرياضي مجال مش مفتوح ومش موجود كتير قد ما هو يعني تقريبا النادي الاهلي اول مؤسسه فكرت في ده، وقف شويه. دي نقطه مهمه جدا خدت بالي حتى ونهاوند بتقول الانترو الخاص بيكي او المقدمه، فكره علم النفس وطب النفس الرياضي. كنت قلت لنا في وسط الكلام ان الوالده ليها دور مهم في مشوارك. طب بما ان احنا ذكرنا الوالده، هي الوالده معانا على التليفون. استاذه وسام بقى على وسام اباظه والده نورهان معانا على التليفون. صباح الخير في البدايه على حضرتك. يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ كويسين. وعايزه اقول لحضرتك يعني لو تابعتينا نورهان من بدايه الحلقه بتشكر ودايما بتشيد ان حضرتك كنتي في ظهرها واللي بتشجعيها دايما، فاعتقد ليكي دور كبير والامهات دايما بيكون ليهم دور كبير في دعم يعني ابطالهم خليني اقول، فاحكي لنا كده عن الجزئيه دي يا استاذه وسام اتفضلي. والله يعني بصي، موضوع علم النفس الرياضي، علم النفس بالذات ليه تاثير كبير جدا في ان انا اعرف اربي الولاد. فكان الهدف الاساسي ان نطلعهم. طبعا احنا نشأنا في الاهلي، والاهلي يعني نادي عريق طبعا، شرف لاي حد ينتمي له. فكان الاساس فيه ان انا العبهم رياضه وفي نفس الوقت اطبق علم النفس عليهم، وفي نفس الوقت كمان احببهم في كل حاجه بيعملوها. اهم حاجه واحنا بنعمل اي حاجه ان احنا نحبها، فكل حاجه علمتها لهم انها تبقى بالحب، وفي نفس الوقت ما يحسش ان انا مسيطره عليهم زي اي ام بطريقه مش ابنورمال. يعني قدر المستطاع الحمد لله قدرت ان انا احببهم في الاهلي، وده بفضل باباهم طبعا. إيه علم النفس بقى كانت نور، بسم الله ما شاء الله عليها، كانت علم نفس رياضي، كانت علم رياضه. وبعدين عدلت اتجاهها وعجبها قوي مجال علم النفس والحمد لله، وادت بقى دمجت بين الرياضه وعلم النفس. إيه انا اديت كذا محاضره الحمد لله توعيه للابطال، وبحيث ان هم ازاي ينموا نفسهم في وقت الاستريس، ازاي يقاوموا الاسترس اللي بيبقى عليهم من الضغط بتاعه المباريات والكلام ده. الحمد لله نور لقت ان ده هدف ليها اكبر، ان هي تقدر تخدم بقى الاهلي وتخدم اللعبه بتاعتها، بحيث انها تعلى بالمجال وتقدر ان هي تنمي نفسها وتنمي الناس اللي معاها. فالحمد لله نجحنا ان احنا نعمل ده. اي ام حطت هدف ليها هتمشي وراه وهتستميت فيه عشان تحققه. ما دي النقطه اللي كنت عايز، دي النقطه اللي كنت عايز اسال حضرتك عليها او اطلب من حضرتك يعني مش يعني نصيحه، تعالي نسميها نصيحه حضرتك يعني توجهيها لكل اولياء الامور ولكل الامهات بصفه خاصه، ان هم يعملوا ايه عشان يقدروا يعني يكبروا ابطال في بيوتهم. اهم حاجه ان انا ابتدي من بدري. التربية مش سن واحد ابتدي من عنده، لا، التربية من اول ما بولد، من اول الولادة. لازم ابتدي ان انا اراعيه، اصاحبه، اهم حاجة انه يبقى صاحبي، ابني صديقي. بلاش القسوة طبعا خالص، بلاش الضرب تماما، ممنوع تماما. اكيد. لازم يكون في قناة صحوبية بيني وبين ابني او بنتي، ابتدي من خلالها ان انا احببهم في الحاجة اللي بيعملوها. انا عايزاهم يبقوا ابطال، اجيب لهم بقى، ابتدي الرياضه، احببهم في الرياضه مطلق، وبعدين ابتدي اخصص الحاجه اللي انا بحبها. اشوف لو عندهم قصور في حاجه معينه لازم اجري واهتم جدا ان انا اشوف علميا ونظريا وبعدين تطبيقيا الحاجه دي يتقضي عليها ازاي. بلاش العشوائيه، العشوائيه حقيقي ما بتجيبش نتيجه، لكن لازم يكون كل ام انصحها انها تقرا، تتعلم مع اولادها وتاخد بايديهم في الطريق اللي هي عايزاه. حقيقي هتقف جنبهم وهم هيعلوا الاثنين سوا. مفيش ولاد بيحطوا من قدر امهم، لكن حقيقي لازم الاثنين يبقوا مع بعض.
طب لو انا هسال حضرتك استاذه وسام، يعني اكيد يعني نورهان طالعه اكيد واخده من حضرتك حاجات كتيره، يعني هل حضرتك برضو رياضيه؟ يعني نورهان ما شاء الله في الرياضه ناجحه الحمد لله، كمان عامله في الدراسه ماسترز زي ما هي بتقول لنا. فالناجح انا دايما بقول انا وكريم في البرنامج الناجح بيبقى ناجح على كل الاصعده مش في مجال واحد، فخلينا بقى نعرف حضرتك برضو هل هي ورثه منك النقطه دي برضو؟ الحمد لله هي نفس حته احنا قسمنا نفسنا في الاسره، باباها طبعا سوبر في الرياضه انا مش هقدر اجي جنبه. انا كنت بالنسبه لي علم النفس كنت بحبه جدا من زمان يعني، فدمجنا بين الرياضه وبين علم النفس. هو قال لي تربيه الولاد عليكي وعلى قد ما تقدري، وانا مجال الرياضه ده بتاعي انا هاخدهم فيه وانا هنجحهم فيه. حلو. فبدانا نتكامل الحمد لله يعني قدر المستطاع. انا بحب الرياضه من زمان وبحب قوي، يمكن ما لعبتش حاجه محدده لكن كنت بحب اتفرج عليها، بحب اشوف الرياضات المختلفه لان كانت والدتي دايما بتتابع الاولمبيات والحاجات دي فشدتنا للمجال ده. فالحمد لله يعني طلع الولاد على قد ما قدرت، كنت حاطه هدف انهم دايما كان باباهم يقول لي انا نفسي اشوفكم ام الابطال وانا اقول له ربنا يبارك لك. فبدانا الحمد لله. نورهان ليها اختها برضو بطله العاب قوى ما شاء الله، عليها رقم مصر يعني الحمد لله بطله مصر، ربنا يخليك، البطل العالي، والحمد لله هما الاثنين بيكملوا بعض وان شاء الله تبقى اسره كويسه. ربنا ربنا يفرحك بيهم كمان وكمان. وبالرغم ان حضرتك مش بتمارسي اي رياضه ولكن ده ما منعكيش ان انت تحصدي الكثير من البطولات من خلال اولادك. ايوه فربنا يبارك. عشان كده بنقول التكامل المطلوب في الاسره الحمد لله. جميل. طيب انا عايزه اسال حضرتك بقى، نخش حته كده في علم النفس الرياضي. اكيد نورهان مش كل الاوقات بتبقى مثلا قبل بطوله او غيره او ماتش بتبقى نفسيا مثلا مستعده او مثلا مرتاحه، ممكن يبقى فيه كلنا بني ادمين فعندنا ممكن مشاكل، احنا ممكن نطلع على الهواء اوقات مش في المود فممكن ده بيأثر على ادائنا. ازاي حضرتك بتأهليها بقى نفسيا في الجزئيه دي؟ الحمد لله احنا بنتكلم بقى في علم النفس الرياضي في الحته دي، احنا كنا بنتكلم ان اللعيبه بيبقى عليهم ستريس كتير، وطبعا نفس الحكايه في الدنيا كلها، كل واحد عنده ستريس. في تمارين بنقدر نعملها زي الريلاكسيشن، بنبتدي تمارين نفس، بعلمها ازاي لو في موقف زي كده ازاي انها تبقى عندها اتزان انفعالي. مهمه قوي، في تمرينات للكلام ده طبعا هي عارفاها كمان. في تدريبات من الصغر ببتدي اعلم الطفل ان طبعا لازم يفكر الاول، لازم ياخد وقت كده يقدر يهدى فيه. طبعا في اداره للغضب، ان مش في وقت النرفزه اي حاجه تتقال ومش في وقت النرفزه ينفع كلام، ده بيبتدي من بدري لازم اعلمها الكلام ده. طبعا في الرياضه كان حضرت لي كذا محاضره اتكلمنا في المواضيع دي لانها بتاثر على اللعيبه جدا، ان ازاي يقاوموا دوت بالتدريبات النفسيه وتكنيكات معينه هي بتقدر ان هي الحمد لله تتغلب عليها. كويس جدا، احنا كمان عايزين احنا نتعلم والله. اعتقد الطب النفسي في مصر يعني لو حضرتك تتفقي معايا استاذه وسام فعلا يعني مش واخد حقه، بالرغم ان هو اعتقد اساس كل شيء، يعني ممكن يزيد فعلا الانتاج لو فعلا الطب النفسي دخل بشكل اكبر واثر على النفسيه، وبالتالي ممكن الشخص او العامل ده ينتج اكتر. يعني انا اعتقد ان الموضوع مش بسيط، الموضوع مرتبط بكذا حاجه تانية وكذا جزئيه تانية، فنتمنى ان هو يعني يبتدي يتقدم اكتر الفترات اللي جايه، ان احنا في حاجه لده، مفيش بني ادم سوي 100% يعني، وكلنا بشر بنتاثر. فعلى كل حال بنشكرك وبنبارك لك على نورهان وان شاء الله مزيد من البطولات. شكرا ليكي استاذه وسام. واضح كده ان تفصيله الطب النفسي عامله شغل عندكم في العيله. انا مامي اصلا استشاري نفسي، هي كانت سبب اصلا ان انا ادخل المجال ده لاني حبيته من خلال وبعد ما دخلت هي كانت سبورت ليا في الحته دي لانها اوريدي هي دارسه كتير وعارفه كتير طبعا في الموضوع. فهي كنت اقول لها ايه، طب انا هدمج بين الرياضه وبين علم النفس، تقول لي حلو جهد هتعملي ازاي، طب هجيب كتاب كذا وراه، حلو اقري، طب انا في حته مش فاهماها، تقعد بقى تشرح لي، لحد ما هي كانت سبب ان انا اخلص البري ماستر بسرعه رغم ان انا لسه مخرجه. ليه اخترتي ان انت تعملي ده الى جانب ده؟ يعني مثلا لو المجهود الذهني او الوقت اللي انت بتديه للتفصيله الثانيه اللي هي الطب النفسي الرياضي، هل دي بتاخد من الجزء بتاع الرياضه بقى نفسها والجزء بتاع البطولات والتمرينات؟ عايز اقول لحضرتك ان كابتن هيثم
حرفين هو مقسم كل حاجه. يا كوتش انا عندي محاضره من كذا لكذا، حلو، يبقى التمرين هناخد راحه كذا وهناكل الوقت كذا وعندها تمرين الساعه كذا. هو مهتم جدا بفكره ان انا زي ما بنجح رياضه انجح دراسه. ما ينفعش يعني في سنه رابعه كليه كنت حرفين كنت بتمرن صبح وبعد الظهر. كابتن عايزم لما جت النتيجه انا جبت جيد جدا مرتفع، هو بقى تقريبا مبسوط اكتر ما انا جبتها. يعني هو ده بيقول لي ده شغلنا اكتر ما انتي تنجح الرياضه تنجح الدراسه. يعني والعلاقه بين المدرب وبين اللاعبين بتقول لازم تكون كده، لازم تكون بالشكل ده. حقيقي هو لما كنت بتمرن انا اتمرنت مع مدربين كتير، لما دلوقتي بقى كابتن ايمن السعيدي اللي هو بعيدا ان هو بابا بس هو كابتن ايمن السعيدي وكابتن هيثم نور هم حقيقي سبورت، وكابتن نشوه هم سبورت في كل حاجه. يعني انا بقول لهم لو عندي امتحان، انا عندي امتحان كذا، طب هتاخدي اجازه كذا عشان هنتمرن كذا ونعوض ده. جميل. فبجد هم حد، هم داعمين في الموضوع ده. طب احكي لنا انت ازاي مثلا اتعاملتي قبل كده مع اي لاعب او ناشئ وكان في يعني احكي لنا قصص. هي بدات ان انا لما دخلت في المجال كلمت كابتن هيثم وكابتن هشام علي لما كان موجود وقلت لهم ان انا حابه ان احنا نعمل ده مع الفرقه بتاعتنا. كويس. ازاي بدات اعمل ريسيرش كده واشوف اللعيبه وانا عارفاهم. اخترت اثنين في الوثب الثلاثي والطويل وواحد في الوثب العالي، يوسف حسام وياسين عصام وعبد الرحمن اشرف. يوسف بدانا معاه من الاول وبدات اشتغل وحطيت برنامج. اول ماتش نزل عمل 7-2 وبعدين عمل 7-12 وبعدين الماتش الاخير عمل 7-22، ودي كان تطور في الرقم والكيرف عالي قبل ما هو يصلح كل البدني. يعني ممكن بدنيا هو مش فات 100% لكن نفسيا هو كان مؤهل انه يعمل ده. وعمل في الثلاثي 14-65 وياسين عمل 14-41 رغم ان ياسين كان مصاب. يعني ياسين كان عنده اصابه في ظهره بدنيا ما تخليهوش ينط، لكن هو نفسيا كان مؤهل ان هو عايز يعمل ده فعرف انه يطبق ده مع ده وعرف ينط. طب معلش ازاي يعني؟ خلينا نخش معاكي تفاصيل اكتر. حد ظهره مصاب لكن رغم الوجع اللي هو حقيقي ازاي قدر ان هو برضو يحقق ده؟ عشان هو عنده ازاي يعني اصلا نفسيا حاجه وجسمانيا حاجه تانية. هو بدنيا ما كانش جاهز قوي زي انا بقولك عشان ظهري بايظ انا كمان. هو عنده دافع وعنده حماس عالي جدا ان هو ينط، فحماسه والدافع بشويه بدني صغيرين اللي هم مخليينه طبعا البنج والحاجات دي خليته ما حسش قوي بالوجع، بس هو عشان كان عنده دافع قوي وعنده حماس جدا ان هو يطلع نمينا الحته دي، لعبنا على البوزيتيف انرجي ان انت لعيب وكبير ورغم ذلك نازل البطوله وانت مصاب ما تسيبش الفرصه دي، نط واعمل اللي عليك. وفعلا اخر محاوله هو نط ال 14-41 وهو كان رقم 14-21 ففي 21 سنتي فرق او 20 سنتي فرق. يوسف حسام كان في مشاكل لان هو ثانويه عامه، فانه يوظف بين الدراسه والرياضه وانه نفسيا يبقى مؤهل لان الثانويه العامه هي بتعمل بريس على البني ادم غير طبيعي. رغم انه عمل ده هو علم علوم، فعملنا ده اشتغلنا ازاي ننمي الحافز الايجابي، ازاي نشتغل، ازاي نعمل ريلاكسيشن. تخيل عقلي قبل المحاوله نام غمض عينيك تخيل المحاوله، هو فعلا عمل ده نفذنا ده، دخل نط عمل 7-22. لا ده احنا هنحتاجك. هنحتاجك في حياتنا. بس عبد الرحمن اشرف هو بسم الله ما شاء الله بدني شغال حلو جدا وهو ولد موهبه عاليه قوي. لو عرفنا نطبق ان احنا نعمل بالانس بين البدني وبين النفسي عملنا 2-6 طبعا 3 ارباعه بدني. انا اشتغلت معاه جزء صغير نفسي بس ان هو يبقى واثق في نفسه دي اهم حاجه. لما كان واثق في نفسه عرف يلعب صح، عرف ينط رقمه دلوقتي مصنف اول افريقيا ما شاء الله وهو ده 18 سنه. فالعاب القوه في رياضات معينه او يعني تفريعات معينه تحسيها قريبه من بعض زي فكره الوثب. أيوة. في منه وثب عالي وثب ثلاثي وثب طويل وتحسيهم هما الاثنين قريبين الى حد ما برضه من فكره القفز بالزانه. فكره الارتقاء والنط كلهم بيعتمدوا على الارتقاء باختلاف بقى. يعني الوثب الطويل انا بطلع ارتقاء لقدام، الوثب الثلاثي عايز سرعه مع الارتقاء، يعني الوثب العالي بقى لو بتاعتي بتمارسي الشكلين دول او لا انا بلعب وثب عالي وثب ثلاثي حاليا. اوكي عشان التكنيك بتاعهم مختلف. يعني ما ينفعش لاعب الوثب العالي يبقى لاعب مميز في الوثب الثلاثي مثلا؟ ممكن ما انا بلعب وثب عالي وبتمرن وثب ثلاثي مع كابتن هيثم. يعني انت شخصيا نموذج على اللي احنا يعني هو كابتن هيثم كان شايف ان لا انت عندك القدره انك تلعبي الاثنين، ما فيش حاجه هتعيق الثانيه،
فعملنا ده واشتغلنا على ده ان احنا نعمل بالانس بين الاثنين. بس ف برهان لما تبقى قاعده في اي قاعده وتحب تخلع ما حدش عارف ينقطها ابدا، قفزه واحده تسيب المنطقه باللي فيها. بس فالحمد لله اشتغلنا بقى الجزء النفسي، انا نفسي مامي اشتغلت معايا الجزء النفسي ده قبل اي حاجه، لان طبعا راجع من اصابه كبيره يعني مش صغيره في سن صغير، ان انا ارجع تاني دي كانت لعيبه كتير طلعت ولعبوا وكسبوا، فان انا ارجع ادخل وسطهم ده كان عايز. انت راجعه بطموح ما بالزبط. يعني اكيد حاطه قدامك هدف ما اكيد، هو، إيه هو التارجت ان انا عايزه اعمل رقم مصر ان شاء الله في الوزن العالي، وعايزه ان انا احقق حاجه ليا، حاجه باسمي انا يعني. بس ف فكره المنتخب هنا ايه؟ المنتخب طبعا انا لعبت سنتين، كنت سنتين في المنتخب، بعدين لما جت الاصابه طبعا طلعت، بس رجعت ببطوله جامعات افريقيا لما عملت السيلفر وعملت الرقم، كانت اللي هو انا لسه راجعه، اللي هو انت عملتي كده ازاي؟ فطبعا فالحمد لله رجعت. وطبعا عندنا الاتحاد داعم في كل حاجه، عندنا بصراحه اكبر داعم لينا كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز، هو كل حاجه واقف في ظهرنا، هو كل تمرين هو معانا في الملعب. جميل. حرفيا حتى في جزء علم النفس هو كان من اول الناس اللي حبذت ان احنا نبدا الموضوع عندنا في العاب القوى في النادي الاهلي، ان لا ابدأي واحنا وراكي، هنغلط هنتعلم. حلو. فهو كده. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستغل وجودك بجد، لان اكيد في شباب كتير جدا بيتفرج علينا. أكيد. في شباب بيبقى عنده لحد ما في فترات كده يعني مش انكسار، بس بيشعر ان هو مش بالظبط. فازاي نورهان كنموذج ناجح رياضيا، شابه ناجحه في الرياضه، وفي نفس الوقت انت دارسه حته جزئيه علم النفس الرياضي او علم النفس، فازاي ممكن توجه لهم رساله؟ ازاي شخص دلوقتي او شاب بيتفرج حاسس ان هو مش لاقي نفسه، مش عارف يوصل اللي هو عايزه، دخل مجال مش عارف ينجح فيه، فقال لك خلاص انا بني ادم مثلا فاشل، ازاي تقدري تنصحيه؟ اول حاجه انا ما ينفعش اقول فاشل، لان كونك دخلت المجال ده فانت هتعرف تنجح فيه في اي حته، ما هو المجال مش حته واحده، يعني كمبيوتر ساينس مثلا هو ممكن يبقى مبرمج، ممكن يبقى اي حاجه تانية غير ان هو يقعد على الكمبيوتر او في شركه. دور على الحته اللي هتنجح فيها، دايما اسعى انك تنجح، لانك لو مسكت في حته الفشل انت مش هتنجح ولا انا هعرف اساعدك، لكن كونك صدقت ووثقت في امكانياتك هتعرف توصل. ودي اللعبه اللي بنلعبها مع اي حد، اذا كان بيلعب رياضه، اذا كان مش لاقي نفسه، حصلت له صدمه تراب في اي حته في حياته، ثق في نفسك. بس انت قلتي جمله، انت قلتي دور على الحاجه اللي هتنجح فيها، ولا دور على الحاجه اللي بتحبها هتنجح فيها؟ يعني ممكن اكون مش هنجح في الحاجه اللي بحبها، مش دايما الحاجه اللي بحبها هنجح فيها. يعني انا كنت علم رياضه وكنت عايزه ادخل فنون تطبيقيه، لان في قدرات كمان في الاخر. بالظبط، انا كنت عايزه ادخل فنون تطبيقيه اصلا ودخلت علم نفس، انا ربنا هو اللي غيرني مسار قبل ما انا اغير اي حاجه، فكون ربنا حطني في الحته دي يبقى انا اكيد هوصل لحاجه معينه. طيب بما ان انت في الحوار معانا النهارده، على الاقل تلتين الكلام بتشكري من خلاله كابتن هيثم نور الدين مدرب الوثب العالي والثلاثي بالنادي الاهلي، فهو معانا على التليفون. كابتن هيثم صباح الفل على حضرتك، منورنا. ومعانا نورهان، تحبوا تقولوا لبعض ايه؟ اتفضل. سعيد جدا ان انا شايفك، وانت طبعا اديتيني اكتر من حقي، ميرسي جدا ليكي. بس طبعا احنا ما بنشتغلش لوحدنا، انا معايا كابتن مشعب الحي مسؤول عن البنات، وعلي ده كان قبل كان معانا كابتن هشام علي حسن، وقبل كده احنا استلمنا محمد غريب. احنا مجرد بنكمل مسيره طويله من الانجازات، وكنا محظوظين جدا ان احنا معانا نورهان كلاعيبه وكاخصائيه. انا شخصيا محظوظ جدا ان هي هو مش عارف واضح ان الصوت فيه مشكله شويه للاسف، يعني هنحاول نعاود الاتصال بحضرتك مره ثانيه. وكنت لسه كمان عايز اسالك على خصوصيه نورهان، يعني ايه المختلف اللي فيها؟ واضح كمان ان في علاقه انسانيا جميله جدا بين حضرتك وبينها، وبطبيعه الحال يعني مع بقيه اللاعبات، فهنحاول نرجع نتصل بكابتن هيثم مره ثانيه. مش مكتوبه لنا المكالمه ولا ايه اللي حصل؟ لا احنا حسدنا نورهان، حسد. اتفضلي كملي كلام. بس فهو زي ما احنا قلنا ان احنا لو عملنا بالانس، يعني مثلا بيجي المدرب، اي مدرب بيحط برنامج بدني. طب في وسط البدني ايه التمارين اللي محتاجه تركيز؟ ايه التمارين اللي محتاجه ان اللاعب يبقى مينتاليتي مركز قوي في الساعتين بتوع التمرين دول او الثلاث ساعات؟ في تمارين بتبقى تكنيك، طب
هي دي بقى اللي بنبدا ندخل فيها، ان تمارين التكنيك دي هي اللي يحصل فيها التركيز، هي اللي بيحصل فيها التاهيل، ان انا ببني ده عشان يوم الماتش الساعتين يبقى منتاليتي هو مركز، تكنيك بينفذ زي التمارين اللي احنا اشتغلنا بيها. بنبدا بقى نعمل ده شغل كله، بيبقى كل يوم كل يوم في جلسات، في حاجات فرديه، في شغل بيتعمل، تمارين للتركيز ان انا اركز وكده. اوكي طيب معلش يعني اسف للمقاطعه، بس كابتن هيثم رجع تاني. ايوه يا كابتن هيثم اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك على نورهان كلاعبه، ايه اوجه التميز والخصوصيه اللي موجوده عندها واللي مخليها فرقه عن بقيه اللاعبات؟ اول حاجه بندور فيها على اللاعبه، اللاعب عامه القدرات البدنيه، وبعديها على طول السمات الشخصيه. نورهان زي ما انتم شايفين القدرات البدنيه موجوده، القدرات الجينيه موجوده، السمات الشخصيه بقى وهي اهم حاجه الاصرار، ده اكتر حاجه. يعني ممكن يكون حد عنده قدراته البدنيه متوسطه كذا كذا، لكن عنده عزيمه، عنده اصرار، وعنده حافز ان هو انا لازم اعمل، ده باخده عن اللي عنده قدرات بدنيه، لكن صفاته النفسيه او سماته الشخصيه هو ممكن يكون مش عايز. فاكتر حاجه اللي عايز ده بيحقق كل حاجه. وهي حتى نورهان ادت مثل على ياسين ان هو رغم ان عنده كان صعوبه في اصابه بدنيه وكده، لكن هو عشان عايز، والحمد لله عشان احنا محظوظين ان نورهان كانت معانا واوريدي شغاله معاه وعارفه ازاي توزن وتعلمه ازاي يوزن وازاي يوزن انفعالاته، يعني يبقى عنده ثبات انفعالي ويفضل يحافظ، قدر بالجزء النفسي ان هو يحقق اللي هو عايزه. فاحنا طبعا محظوظين ان هي معانا. طيب كابتن هيثم، يعني اخيرا عندي سؤال لحضرتك. في البدايه طبعا صباح الخير، انا عايز اسال حضرتك ازاي ممكن المدرب يكون ليه عامل كبير، والى اي مدى كمان بيأثر على اللاعب؟ يعني هل ممكن لو مدرب مش قريب للاعب، مش بيشجعه ومش بيتعامل معاه بالطريقه النفسيه السليمه، ممكن فعلا حتى لو اللاعب ده يعني موهوب ان هو ما يأديش جيد؟ صباح النور لحضرتك. هو اول حاجه احنا بنتعلم في الكليه ان المدرب ده مش مجرد شخص مسؤول عن الجانب البدني والمهاري. المدرب ده ليه ادوار، بيبقى مدرب وموجه وصديق واب ومعلم وموجه نفسي ومرشد وكذا، حاجات كتيره جدا. صحيح. من ادوارها الدور النفسي، لانه انت ما بتبقاش ساعتين الملعب بس، انت لازم المدرب يبقى عارف حياه اللاعب بره وعارف ظروفه عشان يعرف يوازن ونوصل اللي احنا عايزينه. الو. ايوه يا فندم. طيب سؤالي لحضرتك، هل مثلا بصراحه واجهت حضرتك مثلا اي لاعبه او لاعب كان في عدم وجود كيمستري ما بينكو، هل ده اثر بشكل ما على اداء اللاعب، على العلاقه ما بينكو، او حتى لو كانت موجوده يعني النوعيه دي ازاي قدرت حضرتك تكسرها؟ يعني العلاقه ما بين حضرتك واللعيبه، انا حابه ادخل في تفاصيلها اكتر. زي ما قلت لحضرتك، المدرب لازم يكون ملم بكل جوانب الحياتيه والشخصيه باللاعب. كل مكان المدرب عارف اللعيب ده بيتحفز ازاي، بيتحمس ازاي، بيعرف يطلع منه احسن حاجه. في لعيبه طبعا في فروق فرديه، في لعيبه بتبقى محتاج حماس، تحتاج تشجعها، تديها ثقه في نفسها، في لعيبه محتاجه شده شويه، في لعيبه محتاجه تعاطف، في لعيبه محتاجه الهام. انا لازم ابقى عارف اللعيب بتاعي مفاتيحه ايه. طبعا بوجود نورهان بقت هي اللي قايمه بالدور ده. هي اللي بقت بتقوم بالسايكولوجيكال بروفايل ده، هي اللي بتعرف وهي اللي بتعمل. دلوقتي اللعيبه ما بيبقى عندهم مشاكل معايا، هم بيروحوا لها هي وهي بتحل وتجي تقول لي حصل كذا 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 كذا. فطبعا هي شايله عني جزء كبير جدا، واي مدرب محظوظ انه يكون معاه مش بس اخصائي نفسي، لا يا اخصائي نفسي ولاعب وكمان قريب من اللعيبه. فهي ان هي لاعبه فحاسه باللعيبه ازاي، وهي المفروض ان هي عايزه لها حد هي بقى كمان يساعدها، فهي ده بتساعدنا. يعني هي كلاعبه بتبقى في وقت بقى تمرينها، فهي بتقوم بدورين، ومحدش يقدر يعمل كده لما يكون بقدرات خاصه يعني.
بنتفق مع حضرتك وبنشكرك وكل التوفيق ان شاء الله كابتن هيثم. شكرا ليك. نورتنا كابتن هيثم، اهلا بيك. مش احنا جبنا لك كابتن هيثم على التليفون؟ ايوه. خلينا نطلع فاصل بقى ماشي. ونرجع بعديها بس انا همشي بقى. مش ايه اوكي هنرجع صح. تاني لا انا تخيلت ان احنا فاصل وراجعين لنفس الفقره بالزبط. طيب لا. اوكي احنا خلاص انا هروح لان الفقره اللي جايه هيكون معانا ضيفين وكريم ان شاء الله هيكون مع حضراتكم. دي هتكون اخر فقره النهارده. انا هشوفكم بقى بكره وكريم هيكمل معاكم بعد الفاصل. شكرا ليكي يا نورتينا. يعني مبسوطه ان انا كنت معاكم بجد. ربنا يخليكي نورتينا وشرفتينا. فاصل ثم عوده مره اخرى ل 10 الصبح.